الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخواتي الكريمات مع لقاء متجدد برنامجكم أمور حياتنا ونتعرف في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى على سنة عظيمة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأسند هذه السنة إلى إبراهيم عليه السلام في تعامله مع أبنائه وابنيه إسماعيل وإسحاق هذه السنة أيها الإخوة يحتاجها كل أب وكل أم كل من يتعايش ويربي أبنائه وبناته الصغار إنها سنة القراءة التعويذ الرقيه ان يذكر الله تبارك وتعالى على هؤلاء الصغار حتى يحفظوا وتاملوا في هذا الحديث العجيب الذي يذكره ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ماذا يقول يقول اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه كان يعوذهما بكلمات الله اي انهم يحفظون بكلمات الله تبارك وتعالى من كل شيطان ان يحفظوا من الشياطين والشياطين لا يقتصر فقط بشياطين الجن، هناك شياطين الانس فكان يعوذهما النبي صلى الله عليه وسلم من شياطين الانس والجن من كل كما قال صلى الله عليه وسلم من كل شيطان وهامه ما هي الهامه؟ هي الكائنات التي يكون منها ضرر ويكون منها سم يقتل وجمعها هوام الهامه الواحده والهوام جمع وهي كل ذات سم يقتل اذن يعوذ ابناءه وبناته يعوذ الحسن والحسين من الشياطين من الدواب ومما يؤذي في هذه الارض ومن كل عين لامه العين مقصود هنا السحر بل العين المقصود به الحسد العين في هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كل عين لامة أي من كل عين تصيب بسوء وهذا الدعاء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل المخاطر المحتملة للصغار إما من الشياطين إما من الكائنات الحية الضارة واما من العين التي تؤذي. وهذه من التعويذات العظيمه الوارده في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا كان ابراهيم عليه السلام يعوذ اسحاق واسماعيل عليهم السلام. يعني كان ابراهيم يقرا ويعوذ. ويرقي ويسأل الله أن يحفظ إسماعيل وإبراهيم بل إسماعيل وإسحاق بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وهذا يعطينا توجيه للأمهات بالذات لأن الأمهات هم الألصق والأقرب للأبناء والبنات تعودوا دائما على أداء هذه السنة ولا تهجروها أبناؤنا وبناتنا يحتاجون إلى حفظ الله تبارك وتعالى نسأل الله الحفظ والتوفيق فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم نجاتي. الله إخوان الكرام حياكم الله أخواتي الكريمات وما زلنا مع هذه الأداب النبوية في التعامل مع الأحفاد والأبناء والبنات وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعوذ أحفاده الحسن والحسين ونتعلم من هذا الهدي النبوي ان يحرص الاباء والامهات على تعويذ ابنائهم وبناتهم بالدعاء بالرقيه بسؤال الله جل وعلا ان يحفظهم من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه كما كان صلى الله عليه وسلم يعلم احفاده الدعاء حتى وهم صغار وهم صغار وهذه رساله يا اخوه لكل الاباء والامهات حاولوا ان تعلموا الصغار ما يحفظونه من الادعيه والاذكار والمحفوظات من كتاب الله تبارك وتعالى على صغر سنهم تصوروا يا اخوه يا اخوات ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن ابن علي حفيده وكان عمره سبع سنوات سبع سنوات كان يعلمه دعاء عجيبا اي دعاء؟ دعاء الوتر الدعاء الذي ندعو به في صلاتنا صلاه الوتر واليوم يعني من كرم الله على امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن بركه هذا العلم للحسن رضي الله عنه انه اوصل الينا هذا الدعاء الذي يحافظ عليه المسلمون في دعائهم في صلاه الوتر وكلكم يعرف هذا الدعاء وهو من الادعيه المشهوره ما هو هذا الدعاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول حسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر في صلاه الوتر ما هي؟ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. دعاء عجيب من جوامع الادعيه النبويه في هذا الدعاء فقط كفايه عن كل الادعيه التي يحتاجها المسلم ولنتامل ان يهديك الله في من هدى ان يجعلك في المهديين وان يهديك ويوفقك ويسددك اهدني في من هديت وعافني العافيه يا اخوان من امتع ما يستطيب به الانسان في حياته كل شيء يا اخوان بدون عافيه لا قيمه له كما قيل في قصه ذلك الملك الذي قال له رجل لو كان قد حبس عنك الماء ما استطعت ان تشرب فبكم تدفع من مالك حتى تحصل على شربه ماء؟ قال انفق نصف مالي يعني مستعد انفق نصف ما املك من الاموال واحصل على شربه ماء. قال افرايت ان حبس هذا الماء في جسمك ولا يخرج الا بان تعطي ما عندك، كم تعطي؟ قال اعطي مالي كله. قال فما قيمه هذا المال؟ الذي لا يساوي شربه ماء تشربها ثم تخرج من جسمك نسال الله العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته